الو، السلام عليكم. السلام عليكم يا اسلام. رمضان كريم. الله اكرم يا بابا، اتفضل يا حبيبي. لو سمحت حضرتك، كنت انا عايز اسال سؤالين. نعم. السؤال الاول كان بيتكلم عن ان في قاعده شرعيه بتقول ان الدخول بالامهات يحرم البنات، ايوه والعقد على البنات يحرم الامهات. ايوه فليه في فرق في القاعده الشرعيه في كده، في حين ان هم في الاول وفي الاخر هم الاثنين نساء؟ ايه الاختلاف يعني في الموضوع طبعا. ده؟ سؤال. السؤال الثاني بخصوص العده الخاصه بالمراه. انا عارف ان لو واحده مطلقه العده بتاعتها بتكون 3 شهور، ولو هي حامل بتكون العده بتاعتها الى ان تنجب. فاللي انا فاهمه ان كده شهور العده خاصه ان لازم يتم خلو الرحم من اي شيء. طيب لو واحده زوجها مثلا مسافر بقاله سنه مثلا بره، فهو كده مش على اتصال بيها نهائي، نعم. مطلقه وهو هناك، ليه برضه بيسري عليها شهور العده 3 شهور زيها زي المطلقه زيها زي اللي زوجها كان معاها؟ أنا بشكرك جدا على السؤالين، فعلا في قمة القيمة للإخوة المشاهدين. بالنسبة للسؤال الأول، وأن القاعدة الشرعية تقول العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. إحنا جه عندنا آية محرمات في سورة النساء، حيث قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. طبعا تحريم مؤبد، إن لا يمكن واحد يجوز أمه. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، خلاص، وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى أن جاء قوله: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم. إذا أمهات نسائكم اللي إحنا بنسميها الحمى، اللي هي أم الزوجة، دخلت في نطاق التحريم بمجرد العقد. بمجرد العقد، حتى لو لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول فتظل محرمة عليه. تظل الابنة محرمة، تظل الأم عفوا محرمة على زوج الابنة. شوفوا بقى، بقول لكم حتى لو لم يدخل بها، حتى لو لم يخلو بها، ولكن حدث عقد بين البنت وبين هذا الرجل، فإن أم البنت تحرم على زوجها، تحرم على هذا الرجل. وده النصف الأول من القاعدة. النصف الثاني بقى، أن الدخول بالأمهات يحرم البنات. جاء هذا في نفس الآية في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن هنا بقى الربيبة دي معناها إيه؟ بنت الزوجة. قد يتزوج شخص من امرأة مطلقة أو أرملة وعندها بنت من الزوج السابق، فهو بيتعهد بأن يربي هذه الابنة في حجره، يعني ينفق عليها وتكون تحت كفالته وهكذا. واخدين بالكم؟ فهل يجوز ان هو يتزوج من هذه الربيبة؟ واخدين بالكم؟ اللي هي بقى امها، اللي هي الزوجة اللي هو تزوج، الزوجة لا التي لم يدخل بها. تيجي بقى الآية تقول لك: وربائبكم اللاتي في حجوركم، ليه بتربيهم؟ من نسائكم اللي هم أمهات الربائب، من نسائكم إيه بقى؟ اللاتي دخلتم بهن. إذا لا يحرم الزوج على الأم الربيبة، أو لا يحرم عفوا عن الربيبة إلا إذا دخل بأمها. إذا لم يدخل بأمها وحصل طلاق يبقى لا يحرم عليه. اللاتي دخلتم بهن، شفت الكلمة نص منصوص عليها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى ألخص الموضوع تاني عشان أوضحه للسادة المشاهدين.
أنا عندي نوعين من النساء في آية التحريم التي جاءت في سورة النساء. نوع ذكره الله سبحانه وتعالى باسم وأمهات نسائكم، هذا النوع ربنا ذكره من غير ما يشترط في شرط الدخول، يعني بمجرد ما الرجل يعقد على البنت تحرم عليها أو عليه الأم، معلش